المؤسسة ديالكم؟ حسيك يوسف، مدير جريدة مع الحدث. إذا كيش في هذا الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الوطني، أيضا قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة؟ الكلمة مفتوحة. أول حاجة اليوم جينا نحتجوا على بزاف ديال المطالب اللي كطالب بها الشغيلة في المجال الإعلامي. أول حاجة خاصو يكون عندنا واحد القانون ديال المراسل الصحفي، لأن جميع المؤسسات الإعلامية ما يمكنش لأنها تخدم بصحفيين مهنيين فقط، ضرورة ملحة على أساس أنهم يخدموا بمراسلين وهما العمود الفقري، هما العمود الأساسي اللي كتعتمد عليه على أي مؤسسة إعلامية. ما يمكنش لمؤسسة إعلامية غنقولوا لها بأنها غتخدم غتغطي المملكة كاملة من خلال 21 ولا 10 ولا 5 ديال الصحفيين، أنها تغطي. كاينين واحد المراسلين وكاينين واحد المراسلين متعاونين. هذا بغينا نديروا واحد القانون، تنطالبوا بواحد القانون كينصف جميع المؤسسات الإعلامية باش نقدروا أننا نستمروا. ثاني حاجة الدعم العمومي، الدعم العمومي ما خصوش يكون فيه استثناءات، لان اي مؤسسه اعلاميه لابد لها من دعم عمومي من اجل الاستمراريه وبانها تستمر في المجال ديال الاعلام وتقدر تعطي في المجال ديال الاعلام، لان اي مؤسسه اعلاميه عندها مشاكل ديال التنقل، عندها مشكل ديال الانترنت، عندها مشكل ديال الوعي العقاري، عندها مشكل ديال الماتيريال اللي هو غالي في الاصل ديالو غالي، وكيطلب لنا مصاريف ثقيله بزاف، زائد ان المصاريف ديال الاعلام مصاريف كثيره والمداخيل ديالها مداخيل قليله، لاننا ما كنبيعوش دي برودوي، حنا كنبيعوا ماده اعلاميه. ما كنبغيوش نعتمدوا على اننا نعتمدوا على البوز ولا نعتمدوا على شي حاجه اللي غتولي مدخله وغادي في غياب الاشهار اننا نطيحوا في المستنقع ديال البوز ونقلبوا على الفضائح ونقلبوا على حنا كاعلام نزيه شباب حامل واحد المشعل وحامل واحد الهموم صحفيه كبيره، حامل احلام كبيره، حافظوا على البلاد ديالنا من فضائح، نحافظوا على البلاد ديالنا من الرداله، واننا نديروا واحد المحتوى اللي كيناسب الناشئه ديالنا، اننا نقلبوا على محتوى اللي غنديفلوبيو به البلاد ديالنا من خلال هذه المؤسسات الاعلاميه. انها هذه المؤسسات الاعلاميه الصغرى ما خصهاش تحارب. طيب شنو هو الحل لهذا المشكل ديال الاعلام بالمغرب؟ اول حاجه خصو يكون ممثلين عند اللي كنطالبوا به حنايا، ان الممثل ديال المجلس كيف كنا كيطالبوا انه المراسل او الصحفي يكون عنده الاجازه، كنحنا كذلك كنطالبوا ان رئيس المجلس الوطني يكون عنده ماستر او يكون عنده واحد الدكتوره في الاعلام والتواصل باش نقدروا حنا نستافدوا به. كيف نتوما كديروا دي زوبستاكل على الصحفيين والمراسلين والمصورين، حتى نتوما ماشي كنديروا دي زوبستاكل، ولكننا كنديروا واحد الحويجات اللي كتقولوا نتوما يا بانهم خصنا نرقاو بالاعلام وخصنا نرقاو، وحنا معاكم في الرقي بالاعلام والرقي في كذا. اذا رئيس ديال المجلس الوطني لابد ان يكون عنده واحد الدكتوره في التواصل والاعلام من اجل انه يعطينا شي ايجابيات، يعطينا شي حويجات ايجابيه اللي نقدروا نديفلوبيو براس. ثالث حاجه اللي كنعاتب عليها العديد من النقابات الوطنيه اللي عندهم الاسم ديالهم في البلاد، انهم كيعترفوا بالمراسل الصحفي وكيعطيوه البطاقه ديال الخيرات، في حين انهم دائما كيتحاربوا من ضمن هاد الناس هادو، كيتحاربوا من ضمنهم. عندهم بزاف ديال المراسلين الصحفيين عندهم بطاقه ديال النقابات الصحفيه الاكثر تمثيليه في المغرب، وفي حين انهم هما اللي كيحاربوهم وكيحاربوهم في القوانين. اذا انتم باللي كتبغيو الفلوس ديال الخيرات مع هاد المراسلين كتاخذوا، وباش تدافعوا على هاد المراسلين اللي هما منخرطين معكم انكم ما كتدافعوش عليهم، هذا حيف وعار وصمه عار في الجبين ديالكم. كيفاش انتم هي كديروا واحد التناقض مع نفوسكم؟ كيفاش كتعطيو واحد المراسل صحفي لمؤسسه كتعتمد تحمل واحد الاعتماد وكتعطيه واحد البطاقه ديال النقابه الوطنيه، وكتجالسوا مع السيد الوزير وكتقول لهم هادو دخلاء، هادو منتحلي صفه؟ كيفاش منتحلي صفه وانت كنقابي وكرئيس ديال مؤسسه اعلاميه المؤسسه النقابيه كتعطيهم بطاقه ديال الانخراط، كتعطيهم ديك البطاقه ديال الانخراط من اجل انه يكون منخرط معك، في حين انك كتهاجمه وكتقول له منتحل صفه؟ كيفاش هذه الازدواجيه ديال الاقوال؟ هذه الازدواجيه ديال الاقوال هي اللي ما بغيناهاش دابا، وعليها جينا كنحتجوا على المراسلين، كنحتجوا على المصورين. لا يعقل ان مصور محترف كنجي كنطالب منه الاجازه، انا ما عندي ما ندير بالاجازه ديالو، هذا مصور محترف الخدمه ديالو بيني وبينه انه احترافي في التصوير، وهذا يكفيني كمؤسسه اعلاميه. ناخذوك انت كنموذج، يعني في المقاوله ديالك شحال كتشهر؟ الان عندي 26 مستخدم فيهم 20 صحفي مهني، وعندي 76 مراسل صحفي كيتقاداو بعض الحويجات ماشي كامل. تستغني عن المراسلين؟ اهم حاجه، اهم ركيزه اساسيه لاي مؤسسه اعلاميه، ما كاينش مؤسسه اعلاميه كنتحدى اي مؤسسه اعلاميه في المغرب ما كتعتمدش على المراسلين والمتعاونين. شكرا شكرا.